فتحت باب انا ما عملت فيه بعض اشارات سابقا وواجب التحفظ واحد لما يكون في موقع المسؤوليه الرسميه يفرض عليه انه يكون مقتصد في الاقوال اليوم نجم يعني اليوم اكثر حريه نجم نتكلم شوي ربما الاستاذ عزيز كريشان موجود نجم يشهد بهذا. نتذكر احنا قطع العلاقات وقتها كان فما مجزره والله اول ما بدات الاحداث الثوره في سوريا كنا ارسل رئيس الدوله بيان او مكتب رئيس الدوله الديوان ارسل بيان احتجاج وتعبير على موقف مسانده للثوره السوريه اتفقنا عليه وكان يحب الرئيس معناها اشار قطع العلاقات رفضنا شطبنا على الجمله هذه وانا كلمت رفضت معناها ان المبدا هذا قلت موقف متسرع لكن افاجئ فيما بعد باتخاذ موقف بقطع العلاقات الدبلوماسيه مع سوريا. هاو كلام اول مره نقوله هذا انا ما كنتش موافق على الجانب هذا ولكن واجب التحفظ انا وزير خارجيه في نهايه الامر ضمن الحكومه وضمن دوله مانيش مش نقول نخرج انا نقول هذا موقف خذاه رئيس الجمهوريه ولكن للحقيقه وللتاريخ الدكتور محمد منصف المرزوقي رئيس الجمهوريه السابق هو الذي اتخذ هذا الموقف. طبعا الدكتور محمد المنصف باعتبارات مبدئيه دوافع مبدئيه وخلفيته الحقوقيه لكن تقديري ما هكذا تورد الابل في مجال السياسه الخارجيه لابد من تكون فيه تؤدى يكون فيه قياس المواقف السياسيه بعقلانيه فشفتوا فعلا موقف متسرع وان كان الاتجاه العام في الجهه العامه. اول مره الكلام هذا يتقال ونسمعوه رسميا من عند سلفي.